خليني أبدأ مع حضراتكم وبيان أو دعوة نقابة العاملين بالأخشاب. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا فندم أستاذ عبد المنعم الجمل. مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. النهاردة أعلنت وطلعت بيان لدعم سيادة الرئيس في الانتخابات القادمة، محتاج أعرف من حضرتك تفاصيل اللي اتفقتوا عليه. احنا الاول كنقابات عماليه بتتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكان هناك مطالب من زملائنا النقابيين في المؤسسات والشركات واللجان النقابيه بضروره انه يبقى في مناشده ومطالبه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بداه خلال المرحله اللي فاتت، وانه يرشح نفسه للانتخابات القادمه ان شاء الله. نعم. ده يعني حاجة بنقول فيها إن هناك أمور كتير جدا تمت جوه البلد. زي وإنجازات. إحنا قطاع زي ما هتلاقي عند حضرتك كده، النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، هي نقابة بتتبعها شركات الإسكان وشركات المقاولات والعمالة الحرفية والعمالة الغير منتظمة في كل القطاعات دي. أيوه. وقطاع التشييد لما بيشتغل، لان احنا كنا محظوظين خلال المرحله اللي فاتت دي بعدد كبير من المشروعات. احكي لي كنتم محظوظين بايه؟ كل المشروعات اللي تمت من انشاءات وطرق وكباري ومدن جديده هي بشغل قطاع التشييد والبناء. يعني عمالنا وشركات فشاركنا فيها. وده من الحاجات اللي احنا بنقول ان كل ما بنشيد كل ما بيبقى في تنميه اكتر، وبيبقى في فرص عمل اكتر، يبقى في مجتمعات جديده اكتر. نعم. يبقى في استثمارات اكتر. كل ده شيء ايجابي بالنسبه لنا وفي نفس الوقت للبلد وللاجيال القادمه يعني. نعم. فده نعم. كان من خلال ما مارسناه واشتغلناه خلال السنين اللي فاتت. أيوة. فبنقول ان ما زالت مصر تحتاج لكثير من المشروعات وكثير من الانجازات بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها خلال الفتره اللي فاتت دي، اللي خلي بال حضرتك ما انجز يعني مش عايز اقول انه معجزه لكنه شيء يفوق القدرات، لكن قدرنا من خلال عمالنا ومن خلال الاراده السياسيه في ان احنا نحققه خلال المرحله اللي فاتت. ايوه. كان المشروعات القوميه شارك فيها مجموعه من عمال مصر كتير على كل المستويات يا استاذ عبد المنعم. أكيد. لا ده كمان هقول لحضرتك، هذا القطاع لما بيشتغل بيشغل جنبه صناعات عديدة. بمعنى أسمنت وطوب وسيراميك وحديد وكل ما بيدخل في قطاع شغل التشييد هو نتاج مصانع وعمال كتير جدا على مستوى مصر. قطاع التشييد بيجر وراه أكتر من 220 صناعة أخرى. يا خبر أبيض، 220. طبعاً. ما بين اساس وما بين خشب وما بين مواد كيماويه وما بين كابلات وما بين ادوات كهرباء، كل ده بيخش في قطاع التشييد واخشاب. حاجات كتير جدا. وبالتالي كل الفروع او اللي حضرتك قلتها دي، كل دي بيبقى فيها الناس بتشتغل. طبعا طبعا. طبعا. تمام. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. استاذ عبد المنعم الجمل بشكرك، شكرا جزيلا.